السلام عليكم الاخوات ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد البلان كيجي رائع 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 وبشهادة الجميع. هو فلون بلون، هو كيجي ابيض. هذا الفلان فيه المقادير السهله بزاف، فيه نص لترو ديال الحليب ونص لترو ديال الاولالا. هذه لترو، بحق انا خديت نص لترو، نعاود نص لترو ديال الحليب ونص لترو ديال الاولالا وثلاثه ديال الكواخاده. هاد الكواخاده اللي هي هذه، ها هي ثلاثه ديال الكواخاده، ثلاثه. اذا نعاود نص لترو ديال الحليب، نص لترو ديال لاكريم فريش اللي هي اولالا، ثلاثه ديال الكواخاده وثلاثه ديال المعالق ديال السكر. ثلاثه ديال المعالق السكر، ثلاثه ديال الكواخاده، نص لترو ديال الحليب ونص لترو ديال اولالا، وكنعملوهم فوق البوطه على نار مهيله مع التحريك جيدا، وما نوقفوش نهائيا 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 حتى يعقد شويوش. ونعملوه، انا نكمل معكم الطريقه. اللي خاف تكور له هاد الكواخاده مع الحليب يقدر يعملهم محدهم باردين، كل شيء بارد، يخلط الكل في مولينكس مزيان وعاد يعملهم فوق البوطه على نار مهيله دائما مع التحريك، ما يوقفش نهائيا التحريك. وساعتك عاد يعملهم مزيان حين يعقد، احنا نشوفوا كيفاش كيرجع مورا ما كنزولوه من النار من العافيه. وكنكونوا حنايا وجدنا السكر المحروق اللي كنعملو له كراميل بحال هيدا، كنكونو جنا حرقناه في واحد المول اللي هو غنعملوه من هذا. انا حرقته فيه نيشان مباشره. كاين اللي كيستعمل اخر، داك العائل اللي واجد الكراميل واجد، بحق انا ما كيعجبنيش، ما كيطلقش الكولور مزيان وما كيفيهش الكوستوم زيون. هذا هيدا ثلاثه د المعالق كنحطهم في فوق البوطه في نفس المول مباشره في المول نيتو، وكنستعملو كنخوفوق منه كنخليه يبرد، لان الا ما خليناه شي يبرد، واحد النصيحه دائما كراميل خصك تخليه يبرد، لان ملي كتخوفوق منه الفلان سخون كيقدر يتخلط لك الفلان مع السكر وكيجي الكولور ديالو ماشي صافي، وهذا خصو يكون بيض تماما. هانتوما كتشوفوا اون فوا يبدا يجي بالغليه واحد جوج دقائق ميم با، ونصفي نعملوه في المول، ولكن نصفيو. انا كنصفي في هذا الصفاي، هذا لان ما خصنيش يجي فيه حتى كره ما تجي فيه، خصني يجي صافي. انا كنعاود له التصفيه لان ما كيعجبنيش يجي فيه الكور، وان شاء الله كنخليوه 6 ساعات في النبيره قبل ما ندخلو النبيره، لان كيكون سخون كنخويوه في المول وكنخليوه واحد ساعه حتى ساعتين المكانه، لان دابا الجو سخون. دابا انا بالنسبه لي غد بغيت نعملو غدا للعيد، كنعملو اليوم في الليل، وغدا ان شاء الله نديمو ليه ونوريه لكم. بالنسبه للسكر، انا قلت لكم 3 د المعالق السكر، انا كنقص من السكر لان كنعمل كراميل باش ما يجيش حلو بزاف. اللي بغى يزيد السكر يعني هو بين 3 حتى 4 د المعالق السكر، انا هذه غير للتذكير فقط. اما هو انا كنعملو 3 د المعالق وكيجي رائع وكيجي مع السكر، هو هذاك الحق اللي كتعجبو الحلاوه بزاف، ممكن يزيد معلقه اخرى، هو هذا كيجي مزيان ماشي مشكل. وها هو كيف ما كتشوفوا عملناه، لان دابا هو سخون بزاف ما نقدروش ندخلوه للنبيره. انا قلت لكم خليه ساعه حتى ساعتين المكانه في فوق الورنيه، وغدا ان شاء الله من بعد كنعملوه في النبيره 6 ساعات، عندنا 6 ساعات باش يبرد ويجي جامد مزيان. وغدا ان شاء الله نوريكم كيفاش كيجي النتيجه النهائيه. انتما كيف ما كتشوفوا بعد ما خليناه كنحركوه شويه هكا مزيان، وعاد كنقلبوه كنعملو له كبسه فوق هكا وكنقلبوه. وها هو كيف كيخرج، كيجي رائع بزاف وبالصحه والعافيه، وعيد مبارك سعيد، تعيدوا بالصحة والهنا وطول العمر وخير لكم، معز عليكم وشهية طيبة، وإلى لقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.